بين شعبين عريقين في المملكة والجمهورية التركية. كيف أتطرق وألخص علاقة تجمع ما بين شعبين ينهلان من نفس الحضارة ومن دين يجمعهما وقرآن هو روحهما ومن تاريخ جميل تشارك فيه أجمل أيامه؟ ولألقي الضوء اسمحوا لي أن أعود 100 عام إلى الوراء. في ذاك الزمن كانت الدولة العثمانية تخوض حرباً عالمية، وطلب حينها من مؤسس المملكة العربية السعودية السلطان عبد العزيز حينئذ أن ينضم للتحالف، فآثر حفاظاً على مصالح بلاده الناشئة عدم الدخول في معمعة الحرب، ولكنه سمح للدولة العثمانية ولما له بها من ارتباط إيماني باستخدام الموانئ والطرق في المملكة، وسمح للرسل العثمانيين من المرور عبر الأراضي النجدية ليذهبوا إلى اليمن كما تقتضي مصلحتهم، كما أنه حين قيام الثورة العربية في عام 1916 برز دوره مرة أخرى في الامتناع عن المشاركة ضد دولة الخلافة، مما أثر عميقاً في قلوب الأتراك في المراحل التالية وأدى إلى استمرار المراسلات ولا اعتراف تركيا بالدولة الناشئة حال قيامها. وعلى الرغم من توافق رأي الطرفين بأهمية الخلافة كونها الحامي لراية الإسلام، إلا أنهما ولكون الخلافة اسم جامع لكل الصفات التي من شأنها حماية الإسلام وحماية الأمة والذود عن حقوقها وشرفها، مما يحتم أن تكون جيوش الأمة تحت إمرة هذا الخليفة، فإنه في ظل تلك الأوضاع التي كانت قائمة كان من المستحيل تحقيق ذلك، فتوجه جهد كل منهما أن يظل همه منصباً على استقلال بلاده وتعزيز رفعتها والحفاظ على عزتها ورفاهية شعبها وتقديم العون للأمة متى ما احتاجت. لقد حملت تركيا العثمانية لواء الخلافة الإسلامية طيلة 400 عام، ومن مآثرها المحمودة اهتمامها المعروف بالحرمين وتأمين سلامة وراحة الحجاج. إن هذا المآل وهذا الشرف وهذا الواجب انتقل إلى المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا، والتي تقوم به بكل فخر واعتزاز واقتدار، وكأن راية المجد تقول إنني انتقلت من راية شرف من يد شريفة إلى يد شريفة أخرى. فإذا كان القاسم المشترك بين الكيانين العظيمين هو التلاحم والتقارب بين الشعوب، فإن الاعتدال في النهج والحرص على رفاهية الشعبين والاتفاق على عدم الحياد في القضايا الكبيرة ذات البعد الأخلاقي كضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، أو كالتوافق التام في تجريم من يقتل شعبه الذي أؤتمن عليه في سوريا، أقول إن ذلك يبقى أيضاً من القواسم المشتركة بين الدولتين. إن المأمول للمستقبل بين البلدين ولكونهما محورين أساسيين لتحقيق الأمن والرفاء لأبناء المنطقة أن يتصاعد هذا التناغم، وأن تكون العلاقة بينهما مباشرة، بين القيادتين مباشرة دون وسيط، وليس كما كانت عليه في عقود مضت.